السلام عليكم. يقول أحد الصالحين: إذا رأيت أن الله وفقك لإخوة تعينك على الخير فاعلم بأن الله يريد بك خيرا، وإذا وفقك للدعاء فاعلم بأنه يريد أن يعطيك، وإذا وفقك الله لقضاء حوائج الناس فاعلم أنه لن يتخلى عنك، وإذا وفقك الله لذكره فاعلم بأنه يحبك، وإذا أحبك أعزك ونصرك وأيدك واستجاب لدعائك. إذن فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، والسلام عليكم.